السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة معلومة في كل مكان. كشفت وسائل إعلام خليجية أن محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت رفضت الدعوى المقامة من الفنانة أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي فهد، والتي طالبته فيها بزيادة نفقة ابنها عبد الرحمن المقيم معها بمصر وفي حضانتها. يأتي ذلك بعدما قامت أنغام بتحريك دعوى قضائية في شهر يناير الماضي ضد طليقها الكويتي فهد وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن. وتعود تلك الأزمة بعد تطورات عدة بين أنغام وفهد عقب الطلاق، كان آخرها قيام الأولى بالتوقيع على تعهد بالسماح لأسرة ابنها عبد الرحمن برؤيته، وذلك بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات بينهما منذ عام 2004. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.